شغل تأخر لأنه اللجنة المعنية تأخرت بأخذ القرار. إن شاء الله ما نكون عملنا لكم مشاكل. من جهتنا ما في أي مشكلة. طلبوا شي تغيير بالمشروع؟ لا شهرزاد خانم، بالعكس، حتى في مهندس معماري باللجنة لما شافه طلب مني وصل لك إنه كتير معجب بشغلك. شكراً كتير. لازم نبلش ببناء المجمع ونعوض التأخير. نحن حكينا مع الست شهرزاد وحابين نبدأ بسرعة، ما هيك شهرزاد؟ إيه أنور بيك.